السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم هادي نواف. فيديو جديدة، والموضوع ديالنا غادي يكون هو واحد لو سوجي اللي هو غالبا دابا غادي يكون حديث الساعة، واللي ديرنييرمون ولات كتعطى واحد الأهمية كبيرة. ألوغ كي شحال هادي ما كانش كيحظى بهاد الاهتمام هذا كامل، ألوغ اللي هو الفرق بين مسلكي الإجازة الإجازة الدراسات الأساسية اللي هي لي دو باركور اللي كاينين في ليسونس فوندامونتال الإيكونومي اي جيستيون، والمسلك الثاني اللي هو جيستيون. الوغ اول حاجه غادي نهضروا عليها هو خصكم تعرفوها، هو انه يلا مؤخرا فين ولا هذا الاهتمام الكبير وهذه الضجه الكبيره على هذه لا ديفيرونس. اول حاجه ولات تعطى واحد الاهميه كبيره اللي خلات انهم بداو كيخرجوا واحد المعلومات اللي هي مغلوطه. الوغ داكشي علاش حاولنا نديروا هذا الفيديو هذا باش نوضحوا فيها اكثر شنو ليسونسيال، شنو اللي خاصك تعرف قبل ما تختار. كيف ما قلت لكم شحال هادي كان كل واحد كيختار المسلك ديالو بلا ما يكون حتى شي نقاش ولا حتى شي تضارب الاراء. دابا ولا كاين نقاش بزاف، ولينا كنشوفوا ان كل واحد كيقول لا شي هضره، وبعض المرات كيكونوا شي هضرات اللي هي مغلوطه واللي لا اساس لها من الصحه. الوغ اول فرق خصنا نعرفوا هو لي موديول. الوغ بالنسبه للاستاذ فلي دو باركور عندهم اربعه ديال لي موديول اللي هما كومون جي ار اش ماركتينغ ابروفوندي فيسكاليتي جيستيون فينانسيير. كيبقى الاختلاف دو موديل. بالنسبه للجيستيون عندهم لا ريشيرش اوبيراسيونيل اي اناليز دي دوني، وعندهم دروا دي زافير. بالنسبه للايكونومي جيستيون عندهم لا كونتابيتي ناسيونال وليكونومي اندستريال اللي هي كتكون في الاسيس ديال الباركور جيستيون على شكل استراتيجي اندستريال ا بو بري لا ميم شوز. الوغ بالنسبه للاسيس ف كيكون اربعه ديال لي موديل. بالنسبه للمسلك ديال جيستيون كاينه ماركتينغ استراتيجيك ماناجمنت استراتيجيك stratégie industrielle audit et contrôle de gestion. Au niveau de l'économie et gestion, il y a l'économie tri, la recherche opérationnelle est déjà très en gestion. Ou le contrôle de gestion, et d'abord, il y a l'économie internationale. Donc il y a là, il y a un fac, les modules, il y a un fac, qui est très bien deux modules, qui est un fac, il y a un fac, il y a deux parcours. Mais le reste, il y a un fac. تقريبا بحال هذه من جهه ثانيه خصنا نعرفوا بعدا المسلكين شنو الافاق ديالهم، يعني اون برينسيپ شنو خاص يكون فيهم. الوغ بالنسبه لمسلك جيستيون فخاصك تقرا سولمون لي ديسيبلين لي ماتيير اللي عندهم علاقه مباشره مع لا جيستيون دو لونتربريز ولا بريز ديسيزيون او سان دو لونتربريز. بالنسبه لايكونومي اي جيستيون هي دو لا جيستيون، يعني كاينه حيت ماشي ايكونومي بوحدها، سي ايكونومي اي جيستيون كاينه لا جيستيون، وكاينين كيلكو ماتيير ايكونوميك اللي غادي ينفعوا الناس اللي باغ لا سويت ايل فون ابروفوندير لي زيتود ديالهم. داكور الوغ هادي فيما يخص لا ديفيرونس بيناتهم. غنجيو دابا لواحد المعلومات اللي هي مغلوطه. المعلومه الاولى هو انه هذا المسلك كيدفع لواحد فئة معينة لي ماستر، وهذا المسلك كيدفع لواحد الفئة ما كيدفعش لهاد الفئة هادي. الوغ أول حاجة غادي نتفقوا عليها هو أن لي دو باركور كيدفعوا لي ميم، عندهم يعني كيدفعوا لي ميم ماستر، عندهم نفس لي ديبوشي، يعني نفس الحاجة اللي كدير بجيستيون كدير إيكونومي إي جيستيون. هذا المغالطة الأولى. المغالطة الثانية هذا المسلك كيكون عنده الحدود كثر، واخا كيدفعوا لكن تيكون عنده الحدود كثر في هذا الماستر وهذا المسلك لا، هادشي ما كاينش. نفس الحضور كاين عند هذا المسلك كاين عند هذا المسلك. اللي كيهم باش تولج للماستر هو انه يكون عندك النقاط هذه اولا. ثاني حاجه ان تكون بريباري لو كونكور، وهذه الحاجه ممكن ديرها سواء كنتي جيستيون ولا سواء كنتي ايكونومي جيستيون. الوغ السؤال دابا من بعد هادشي كامل وهاد المعلومات هادو كاملين، اشنو نختار، واش جيستيون ولا ايكونومي جيستيون؟ الوغ انا بالنسبه الى مني كنت في بلاصتك درت واحد الاختيار اللي هو انتيليجون، بما انهم بحال كيتشابهوا وعندهم نفس من بعد غيوليو بحال لا في المارشي دو ترافاي ولا في الماستر، غادي نشوف انا في ممكن واللي مهم هو نجيب لي مون، غادي نشوف في ممكن انني انطلاقا من كنعرف راسي ليستوريك ديالي كنعرف فين كنرتاح فين كنقدر نجيب النقط، غادي نشوف في ممكن انني نجيب النقط. بالنسبه لي انا في الدوكا ديالي كنت كيبان ليا بانهم ايكونومي جيستيون غادي نجيب النقط، وفعلا داك الاختيار ديالي كان صائب. باغ كونت كانوا ناس معايا اللي الزملاء ديالي من بعد داروا جيستيون، حتى هما كانوا عارفين بانهم اللي يجيبوا نقاط في هذوك لي ماتيير، فمشاو داروا هذاك جيستيون، حتى هما وصلوا لوبجيكتيف. يعني الاختيار ما تخليش واحد يختار ليك، ما تختارش حيتاش هاد السيد كنعرفو دار ولا هذا كنعرفو كيقرا مزيان دونك دار، انا خصني ندير بحالو، لا اختار انت فين غادي ترتاح غادي تجيب النقاط. اما من بعد
اون فوا كتشدو لا ليسونس فكترجعو بوجود، يعني كاين مفترض الطرق، مي ملي كتشدو لا ليسونس كترجعو بوجودكم سواسية وكتكملو بجوج ديك الساعات اللي عندو نقاط كيستيو في الشروع اللي طلبها في لي ماستر، هما اللي كي اللي هو اللي كيكمل، ومن بعد بالنسبة للناس الآخرين كتكونوا آفاق آخرين وممكن أنهم يديروا حوايج أخرى. بون بخلاصة كان هذا هو الفرق بين لي دو باركور، يعني كاع دوك المعلومات اللي كتروج في الأغلبية ديال الأغلبية ديالها مغلوطة. كاين شي فرق من غير الفرق في لي ماتيير فقط، لا غير الفرق زعما من بعد ما كاينش الفرق بصفة نهائية. وبالنسبة ليا غادي يسول السؤال واش انت كنتي جيستيون ولا ايكونومي جيستيون، انا كنت ايكونومي جيستيون. الو ايكونومي جيستيون ما يمكنش ندير بها ماستر سي سي ا، انا كنت داير ماستر سي سي ا. ايكونومي جيستيون ما يمكنش ليا ندير بها الباسخي، انا درت الباسخي ديال الزي جي. يعني هادشي كامل خاصك تكون فيه الاختيار، غتختار انت سوغ لا باز ديالك فاش باغي تكمل من بعد. غنقول لك كيفاش باش باغي نكمل. مثلا انا الا كنت كنفيزي انا نكمل فشي ماستر ديال ماركتينغ ولا لا جي ار اش ولا شي حاجه، خصني نكون قاري شي حاجه زايده في الماناجمنت وفي الماركتينغ بارابور لي زوطخ. الوغ جيستيون ديالها حيتاش غادي يكون عندك قاري ماركتينغ ابروفوندي ماركتينغ استراتيجيك وزايد الماناجمنت استراتيجيك في اسيتو ديك استراتيجي اندستريال. دون سو كا كتكون زدتي تعمقتي في دوك لي ماتيير اللي انت باغي تكمل فيهم. داكوغ باغي نكمل في ماستر لوجيستيك فو ميو ندير ايكونومي جيستيون باش نكون قاري ليكونوميتري ونكون قاري الغوشاش اوبيراسيونيل. باغي نكمل في الفينونس دونتربريز اللي درتها فيهم مسلكه ما كاين حتى شي اشكال. بون كانت هذه هي لا ديفيرونس خلاصه بين لي دو باركور ايكونومي جيستيون و جيستيون. كنا نكون انا جاوبت على جميع الاستفسارات اللي كتدور في راسكم وحاولت انا نوضح دوك المغالطات ونوصل الفكره. بالنسبه لي عندي شي تساؤل اخر فممكن انه يصيفط ليا سوا في لاباج ولا في الكونت فيسبوك ديالي، راه جو ريبون بريسك كاع لي كيستيون. ونتمنى لكم ان شاء الله التوفيق في المسيره ديالكم الدراسيه.